وبشأن المواضيع التي تم قراءتها ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الباحث في وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام العقيد الركن حاتم الفلاحي. سيادة العقيد مرحبا بكم. لنبدأ من تصريحات هادي العامري، يقول إن وزارة الداخلية هي التي ترعى توزيع الأسلحة الواصلة من إيران إلى الحشد، كيف يمكن قراءة هذا التصريح وتوقيته؟ مساء الخير لك ولمشاهدي قناة الرافدين. أنا أعتقد بأن هذا التصريح هو تصريح حقيقي على ما يجري من أمور في العراق، فالحشد الشعبي في العراق هو من يسيطر على زمام الأمور، وأعتقد بأن وزير الداخلية هو أحد الأفراد الذي كان ينتمي إلى أحد هذه الميليشيات التي ينتمي إليها هادي العامري، وبالتالي عندما تقوم وزارة الداخلية بتوزيع هذه الأسلحة فأنا أعتقد أنها مسألة طبيعية بالنسبة للحشد، لأنه جميع من يقومون بهذه الأمور هم أما ينتسبون إلى عناصر في هذه الميليشيات أو هم قيادات في هذه الميليشيات، وبالتالي أن إرسال إيران لمثل هذه الأسلحة كان يجب أن يكون ضمن منظومة الحكومة العراقية، وأن تقوم وزارة الدفاع ووزارة الداخلية باستلام هذه الأسلحة، وأن تكون هناك دراسات معمقة كيفية توزيع هذه الأسلحة، ولكن غياب الدولة أو نفوذ الدولة على مؤسسة الحشد الشعبي تجعل مثل هذه الأمور مسائل طبيعية في المشهد العراقي. طيب سيادة العقيد، العبادي تعهد مرارا بتحجيم الميليشيات، وأيضا يعني كرر أكثر من مناسبة أن السلاح لابد أن يحصر بيد الدولة، لكن تصريحات العامري هذه جاءت لتنسف تعهدات العبادي بكل ما ورد أعلاه، هنا كيف تفسر موقف العبادي من هذه التصريحات وكيف ترى موقفه؟ نعم، بداية أقول بأن العبادي هو ينتمي إلى حزب الدعوة العراقي، وبالتالي هو عضو ينتمي إلى أحد الأحزاب السياسية الحاكمة في العراق منذ عام 2003 إلى اليوم. العبادي ليست لديه ميليشيات حقيقية تعود إلى العبادي نفسه، وإنما العبادي هو عبارة عن لإعطاء مشهد تزويقي بأنه هو القائد العام، ولكن ليس لديه سيطرة فعلية على هذه الميليشيات التي انقسم ولائها إلى مرجعيات متعددة. فهذه الميليشيات هي تأتمر بإمرة رجال الدين وبمرجعيات قسم من هذه المرجعيات خارج العراق، لا سيطرة للعبادي على مثل هذه الميليشيات. وهناك كثير من التصريحات التي صدرت من قيادات الحشد تقول بأنها ستقف مع إيران، علما بأن التصريحات الحكومية خالفت كثير من قيادات الحشد. لذلك أنا أعتقد بأنه ليس بمقدور العبادي أن يقف بوجه الحشد أو يقوم بنزع أسلحة الحشد في هذه الفترة. تصريحات النائب حيدر الملا يقول أن 75% من عناصر الحشد هم فضائيون، إذا صح حديث الملا سيادة العقيد، إذن إيران لمن تصدر السلاح؟ نعم، أنا أقول بأنه ميليشيات الحشد الشعبي حقيقة مسألة الفضائيين، لا وزارة الدفاع ولا وزارة الداخلية ولا القائد العام للقوات المسلحة يعلم ما هي الأعداد الحقيقية لميليشيات الحشد الشعبي. ميليشيات الحشد الشعبي لحد هذه اللحظة لم تزود الحكومة العراقية بأي تقارير تتضمن أعداد هذه الميليشيات وكذلك التفصيل الهيكلي لهذه الميليشيات، وإنما الميليشيات تحتفظ بهيكلها الخاص. هم يريدون بناء جيش على غرار الحرس الثوري الموجود في إيران، وقد عملوا هذا من خلال تشريع مشروع قانون الحشد الشعبي في الفترة السابقة ويعملون على هذا الأساس. لذلك أنا أعتقد بأن مسألة الفضائيين في الفترة الماضية العبادي قال 40%، الآن حيدر الملا يقول 75، وتتضارب هذه النسبة من هنا إلى هناك. لذلك أنا أعتقد ليس هناك حقيقة أعداد حقيقية عن ميليشيات الحشد الشعبي، وبالتالي لا يمكن البناء على هذه الأمور. من إسطنبول الباحث في وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام العقيد الركن حاتم الفلاحي، شكرا جزيلا لكم.